معكم من جديد مشاهدينا. جيشنا البطل الذي كتب بالدماء أروع الملاحم وسطر بالإباء أكرم المكارم، هم حملة راية الحق في الدفاع عن الوطن، هم حماة الديار وصناع الأمجاد وحراس البلاد. بهالمحطة الحوارية مشاهدينا بيسعدنا يكون معنا الكاتبة والأديبة منات الخير. يسعد صباحك أستاذة منات وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وإن شاء الله كل عام وجيشنا وشعبنا بألف خير. أهلا وسهلا فيك. يعني قد لا يكون عبثا أن يكون الأول من آب هو عيد الجيش، لأنه الذكرى الأولى لأول جيش تشكل في سوريا الحديثة. صحيح. حلو. يعني عندما قامت سوريا بعد الثورة العربية الكبرى وحاولت أن تلم أجزاء فلسطين ولبنان والأردن وتصنع مملكة سوريا، كان الأول من أي آب هو تلك المناسبة، تأسيس يعني أول جديد. نعم أول مناسبة لتأسيس الجيش. نعم. واحتفظ به كعيد للجيش. نعم. سيدة منات، يعني كل عام وجيشنا البطل بألف خير وكل عام وشعبنا بألف خير إن شاء الله. يعني لولا هيدا الجيش كان الشعب يعني متعب إلى درجة كبيرة. يعني ألف تحية لهيدا الجيش البطل المغوار اللي عم بيسطر أروع البطولات والانتصارات واللي عم نعيشها بهيدي الفترة. لو نحكي عن ماذا تقولين في عيد الجيش وعن هذه العلاقة الحبيبة لهذا الجيش البطل وعن هذه الانتصارات التي نعيشها اليوم؟ يعني أنا أو أنت لو كنا نملك بيتا في غابة أو في فلاء غير محصن سنشعر دائما بالقلق والخوف طبعا وعدم الإيمان. أما عندما نقيم سورا محصنا حول هذا البيت سننام ونحن نشعر بالأمان. الجيش العربي السوري هو هذا السور الذي حمى الوطن وسيستمر في حمايته. من هنا علاقتنا جميعا بالجيش، وإن كنا لا نعرف أفراده أو نعرف قادته، هي علاقة ثقة متبادلة. صحيح. وإحساس دائم أن هناك من يحمي من يدافع، لذلك نستطيع نحن أن ننام بأمان وأن نعيش بأمان. يعني هذا الشعور ربما نعيشه بشكل عفوي، أما في متى اكتشفناه؟ عندما قامت هذه الحرب المجنونة المسعورة على سوريا أحسسنا إلى أي حد وجود الجيش. يعني كنا إذا سرنا في الطريق رأينا جندي نشعر بالأمان أنه صحيح. هذا من الجيش، وبالتالي فهو بطبيعة الحال سيحمينا. فهذا الشعور يعني ربما يغيب في أوقات السلم ولكنه يستيقظ وبقوة في أوقات الحرب. صحيح. في أوقات الخطر، في أوقات الخوف. وبالتالي فالحديث عن الجيش إلى أي حد نحن نستطيع كأدباء كشعراء أن نواكب أو نعبر عن هذه، كتب الكثير. صحيح. والكثير جدا، لا نستطيع أن نقول كم كتب وكم سيكتب. يعني ربما بعد 10 بعد 15 سنة عندما سيقف أمامنا شاب ويقول أنا استشهد أبي وعمي وخالي في الحرب، في تلك اللحظة ستتولد فكرة جديدة وقصيدة جديدة وربما قصة جديدة. يعني موضوع الكتابة لا يتوقف بتوقف الحدث. صحيح. لأنه مستمر في قصص إنسانية كثيرة. نعم. يعني مثلا أنت الآن الحرب العالمية الثانية انتهت في الأربعينات. حتى الآن ينتج أفلام عن الحرب العالمية. صحيح. الثانية. صحيح. ودائما هناك قصص جديدة، ما دام البشر يتوالدون وما دامت الأفكار تتوالد، ولكن كلها يعني موصولة بذلك الجذر الإنساني الذي ولدها في المرة الأولى. فأكيد عشرات إذا لم يكن مئات الدواوين الشعرية، مئات المجموعات القصصية، وسينتج فنيا. يعني أنا واثقة أنه أنتج فيلم ولا اثنين ولا ثلاثة، هي لا تشكل إلا نسبة كتير ضئيلة عن البطولات التي حدثت في ليس الآن فقط في الأحداث التي مرت الأخيرة، وإنما في تاريخ الجيش العربي السوري.
يعني الجيش العربي السوري من أقدم الجيوش التي قامت في المنطقة العربية، ومن أعرقها، ومن أكثرها قوة وانضباطا وتدريبا وحماسا. فيعني هذا ما نقوله عن الجيش بشكل عام. ولكل فرد في الجيش العربي السوري نحن ممتنون له، لأنه أعطانا هذا الإحساس الذي ذكرته قبل قليل، إحساس أن هناك شخص لا نعرفه ولكنه يقوم بحمايتنا. يعني قد يحمي الأب، قد يحمي الأخ، قد يحمي الزوج، ولكن عندما يحميك شخص لا تعرفينه هنا تكمن القيمة الحقيقية لمعنى الجيش والثقة، لمعنى الجيش الوطني، جيش الوطن. يعني فهنا يعني هنا تكمن القيمة التي قد يصعب أن نعبر عنها. صحيح. يعني حضرتك أستاذي منى حكيتي كثير عن الأدب، كيف تناول فعلا بطولات الجيش العربي السوري، سواء شعرا، أدبا، حتى مسرح. نعم. مناة الخير ماذا كتبت للجيش؟ شوفي، يعني أنا تقريبا في كل الفترة، يعني شيء طبيعي نحن كنا نشارك في تأبين الشهداء، التعزية بهم، في الكتابة عنهم شعرا أو نثرا. يعني ربما أنا مقصرة في هذا الموضوع، أنني لم أدفع إلى المطبعة بما كتبت، ولكنه كثير. يعني فكل جندي، كل ضابط، يعني نحن كنا نعزي ببعض البيوت. يعني مثلا أذكر أن في إحدى القرى عزينا بأخين شهيدين طيارين. يعني عندما أحس أحدهما بأن طيارة أخيه فسارع إلى إنقاذه فسقط الإسنان. فيعني كيف تتصورين أم وهي تجلس بين قبرين لاثنين من أبنائها؟ فكتير يعني كتير الكتابة مهما سمت ومهما علت تظل دون حجم التضحية. ولكنها هي تظل كناقوس يرن عبر السنوات. يعني ما نكتبه يذكر. نحن اليوم نعم هو ذكرى مستمرة. نعم. وذكرى دائمة. صحيح. يعني إذا كان تريد نقرأ فسنقرأ بعض الأبيات. تفضلي. من قصيدة في أعتقد في تأبين هذين الشهيدين، وإن كنت اخترت منها مقطوعات، يعني أبيات لا يسمح الوقت بقراءة. حق للشمس أنت سح دموعا حين يهوي نجم السماء صريعا، شهداء داسوا على الموت هونا لتظل الشآم حصنا منيعا، أصفياء الرحمن مروا على الأرض جهادا مقدسا مشروعا، آه يا شام يا منارة مجد وقف الدهر دونها موجوعة، قبلة النور أنت، قبلة النور أنت، مذ كان يحبو يتهجى على يديك الطلوعة، نحن أدرى وإن بدونا حيارى أن خلف الظلام فجرا سطوعا، نحن أدرى وإن بدونا حيارى أن خلف الظلام فجرا سطوعا، وبأن الدماء حين تروي تربة حرة ستعطي ربيعا، كل سفح حضن يضم شهيدا، كل سفح حضن يضم شهيدا، ودماء الشهيد لا لن تضيعا، ها هو الصبح، ها هو الصبح صاعدا من ربانا، شامخا في علاه يأبى الركوع، ورجال كفلقة الصبح جاءوا يكتبون التاريخ سفرا بديعا، يمسحون الأحزان عن هدب الصبح ويشيدون ركننا المصدوع.
شاء الله يا أستاذي منات الفجر قادم بتضحيات وبطولات الجيش. بإذن الله الفجر قادم، وهؤلاء الذين دافعوا عن سوريا وحموها وقدموا دماءهم من أجلها هم جزء لا يتجزأ من الذين سيعيدون بناء سوريا. يعني نحن نبدو الآن حيارة، فيه تشتت بالرؤية، فيه تشتت بالمواقف، ولكن يعني نحن واثقون فسوريا التي عمرها من عمر التاريخ ودمشق التي هي أقدم عاصمة في التاريخ ستبقى أبية وقائمة وقابلة لأن تتسيد العالم أو تتسيد المنطقة كما كانت في كثير من عصورها. رحم الله جميع شهدائنا الذين جعلوا من أجسادهم يعني معبرا لحياة هذا الشعب الحالي. يعني بنشوف الشعر الوطني سيدي منات أصبح ملازما لأبطال الجيش العربي السوري ببطولاتهم بملاحمهم، بنشوف أنه عم بيوثق كل حدث بالكلمة. مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك كمان في مسرح، يعني في كثير من الأمور نحن بناخذها لتكون هي عم تنعكس لواقع نحن عشناه، وخصوصا مع بطولات الجيش العربي السوري. يعني عم بيجسد الأدب، عم بيجسد حالة التلاحم بين الشعب وبين الجيش. يعني هو يجسدها الآن وسيجسدها مستقبلا. صحيح. يعني كلما بتعكس عملية توثيق. نعم، ولكن توثيق بدائية ثم تأتي الأصداء. صحيح. يعني عندما نحن كما قلت أن كل سفح يحضن شهيد، هذه الدماء لا يمكن أن تضيع، وإن بدا الآن الأمر مشوش في أذهان البعض. يعني أنا قبل أيام كنت في القرية في بيتنا، زارنا بعض الأصدقاء من حمص، بينهم شاب، يعني عندهم ابن شاب أعتقد بالعشرين 21 سنة. سألته إنه خالته أنت شو عم تدرس؟ قال كنت عم بدرس هندسة. قلت له هلا؟ قال لي تركت الهندسة ورحت اتطوعت بالجيش. أنا في الواقع فاجأني، قلت له يعني هيك بهالبساطة؟ قال لي بهالبساطة، أنا كنت ناجح وكنت متفوق بس ما شفت حالي بالهندسة، أنا شفت حالي بالانتماء لهذا الجيش ولهؤلاء الأبطال. قلت له مانك ندمان على قرارك؟ قال لي ابدا. هو بثقه. واي قال لي ابدا. قال لي انا بتذكر انه نحن عملنا دوره صاعقه، لو بتذكر المده قديش 40 45 يوم. قال لي انا هذه الدوره وما عانينا فيها وما تحملناه وما قدمناه وما قمنا به جعلني اتعرف على جوانب في شخصيتي انا ما بعرفها. نعم. ما كنت بعرف انه انا عندي كل هذه القوه، ما بعرف كل عندي هذا الصبر. يعني ما زال الجيش وسيبقى هو مدرسة يتخرج منها الأبطال. صحيح. الحقيقيون والرجال الحقيقيون. وكانوا أيام زمان يقولوا أنه ما بيخدم الخدمة الإلزامية ما بيعرف شو يعني الانضباط، الرجولي. يعني الرجولي. نعم. شو يعني. صحيح. كذا. يعني كانت معبر وكانت مدرسة. صحيح. وسترجع مدرسة. صحيح في ناس كثير عم تهرب وتدفع بدل وكذا، بس يظل الأصل هو الأصل. صحيح. الحالات الأخرى هي حالات خاصة. صحيح. لا تعمم. صحيح. لا تعمم. يعني سيدي منات مثل ما نتابع هلأ على الشاشة بلاذقية، بريف لاذقية الشمالي، أبطال الجيش العربي السوري وهن عم بيقاوموا العصابات الإرهابية. يعني هذا الشيء نحن متواجدين بكل بقعة من أرضنا الغالية سوريا. يعني مبادئنا بحياتنا وخصوصا على أرضنا السورية أنه أي قطعة أرض محتلة من قبل العصابات الإرهابية هيدي قطعة الأرض رح ترجع لنا بدمائنا بمقاومتنا بصمودنا. مثل ما تفضلتي وقلتي حضرتك هيدي بانتمائنا، هذا الانتماء، هيدي المبادئ، هيدي القيم، هيدي العقائدية اللي نحن عم نمشي فيها. يعني ما موجودة عند شخص واحد، لا موجودة عند شعب كامل. تمام. يعني هذا الشيء مثل ما قلنا مع الأستاذ برهان، هذا الشيء بترجع للمربى الأساسي، التربية، الأم الأساسية اللي زرعت هيدي الجذور بعقول أبنائها. يعني نحن أنا شخصيا، يعني أنا لا دائما أقول، أنا لا أقول كلام غير مقتنعة به.
أنا عشت تجربة، أنا عندي ولد ذهب في عز الأحداث إلى أمريكا ودرس هناك إخراج سينما، وعاد بال2019 ويعني العشرات إذا ما كانوا المئات. حدا بيروح على أمريكا وبيرجع؟ قال لهم أنا بأمريكا مش شفت نفسي، أنا شعر هنا بالغربة. إيه تماما، أنا هنا أنا أشعر أنه أي عمل بقدمه لبلدي هناك بدي يكون واحد من آلاف الأرقام. صحيح. أما أنا هون أنا ابن هذه البلد وعلي أن أقدم لها ما قدمته لي. يعني حتى اليوم يواجه بهذا السؤال، يعني بمعنى أنه أنت كيف بتربي ابني؟ صح. كيف وسورية أم، يعني أنا قلت في إحدى قصائدي أن سورية أم، هذه الأم الموجوعة هي أمنا جميعا. صحيح. هي التي ربتنا وعلمتنا، يعني ربما كانت قلة، يعني نحن لا نذكر الأشياء التي عشناها لأنها كنا متصورين أن هذا الأمر البديهي. يعني مرت فترة من الزمن، أعتقد قلة جدا دول العالم. صحيح. التي تعلم أبنائها من الحضانة وحتى يتخرجوا من الجامعة. صحيح. بشكل مجاني. صحيح. هل هناك أم في الدنيا تقوم بهذا الجهد؟ أبداً. يعني هذه المرحلة عشنا فيها جميعا، أنتم وأنا والأكبر. صحيح. والأصغر. فإذا هذا الغرس ليس كلاما، ليس شعارا، وهو فعل تراكمي. هو فعل. نعم. هو فعل تراكمي تربت عليه النفوس، وتربى عليه الرجال، وتربت عليه النساء. يحدث مثل أي جسد، يحدث فيه مرض، يحدث فيه خلل، يحدث فيه وهن، ولكنه عارض. البنيان الأساسي يبقى صامد ويبقى قوي ويبقى مقاوم، وسوريا بأبنائها وبجيشها وبقيادتها ستظل بإذن الله مقاومة. إنها سوريا الأم. صحيح. التي لا تضحي مجانا، هي تضحي ولكن من أجل هدف أكبر. واسمه. نعم. صحيح. أستاذي منات، يعني الشهداء هم الوجه الآخر لرجال الجيش العربي السوري. نعم. قدموا دماءهم من أجل تحرير كل بقعة أرض في هذا الوطن الغالي. طبعا رعاية أسرهم مسؤولية تقع على أعناقنا جميعا. منات الخير، كأديبة، كأم، ماذا تقول لأسر الشهداء، لأمهات الشهداء؟ الحقيقة ربما لم استحضر على شيء كتبته في هذا الموضوع، ولكن يعني أنا كنت أحس بالخجل، دعوني أقول هذا، عندما أذهب إلى أم شهيد أو شهيدين وربما ثلاثة. رويت إحدى الحوادث وأعتقد أنكم سمعتم بها، أن أحدهم انتظر جثمان ابنه في المطار، وطال انتظاره ولم يصل الجثمان، فأخيرا تعب الأب، قال أعطوني أي واحد من هؤلاء، إنه ابني. يعني هو ابني وهو شهيد كابني تماما. شوفي هذه البساطة والعمق في التعبير، هو يشعر أن كل واحد من هؤلاء هو ولد. هو ولده. هذا الشعور ترجم في أسر الشهداء بشكل هائل. واحد واثنان وثلاثة كان يقدم البيت، إخوة وأبناء عم وأصهار وشيء من هذا القبيل، وهم الآن يعني كما قلت تركوا وراءهم قلوبا مكلومة ودموع وأسر، ولكنها ستكون هي الأساس لفجر جديد لمرحلة. في سوريا القادمة. نعم. بإذن الله. يعني أستاذي منات، وقت اللي بنشوف نحن عشنا 10 سنوات من الحرب وكل أشكال يعني الحرب على الشعب السوري الذي مارسته العصابات الإرهابية، ولكن الجيش والشعب والقادة كلنا متكاتفين ومتكاملين لإنجاح عملية هذا، يعني نحن ننتصر إلى حد ما من هذه الحرب، ولكن هذا التكامل إجا يعني ما تشتت،
ما في خيط مثلا راح، يعني هيدي العمل حاولوا تشتيته، ولكن زعزعه الثقه، ولكن الامان والثقه بقت. كما قلت لك، يعني هذا الشاب الذي تحدثت عنه، يعني امه مهندسه وابوه طبيب، ومع ذلك هو ترك الهندسه والتحق بصفوف الجيش كمتطوع، وليس إلا له إلا أخ واحد، يعني هو من أسرة ميسورة وتستطيع أن تدرسه في أي مكان. هذا الانتماء، هذا التلاحم، هذا الإيمان أستاذ، الإيمان بالوطن، هو ما اشتغل عليه، هو ما اشتغل عليه، أن الوطن ليس للجميع، الوطن لبعض الناس وبعض الناس. اشتغل كثيرا على هذا الموضوع وما زال يشتغل، ولكن بالحقيقة علاقة الإنسان بوطنه أنا كما أراها كعلاقته بأسرته. يعني أنا أبي وأمي أحبهما لأنهما أهلي، ليس لأنهم معهم مصاري، صحيح، أو أعطوني ثروة، أو درسوني بأحسن الجامعات. العلاقة هي علاقة جذر نما في هذه التربة. يعني هذا الانتماء يجب أن نركز عليه كثيرا، لأنه استهدف كثيرا. صحيح. استهدف كثيرا، وخاصة بعض الناس، يعني أنت تعرفين أن الناس يتأثرون بالكلام. صحيح. أحيانا، ولكن قلة أستاذة منات، حتى الذين يتأثرون تأثرهم مؤقت. صحيح. عندما تحل، يعني أنت الآن افتحي مجال للذين خرجوا من سوريا أن يعودوا إليها، سيعودون بكم هائل، لأن إحساسهم بالغربة أكثر وجعا بكثير من كل ما كانوا يعانوه داخل سوريا. صح. يعني أستاذة منات، وجودك أضاف. خليلي ياك، أنا بس في دقيقة مقطع. نعم. صغير ما دامه موجود معي. تفضل. هو مقطع قديم. تفضل. كتب أيام الأزمة. أخرج من نوم مذعور، أبحث عن وجه أمان، عن ضوء يكسر هذا الليل الحارق للأجفان، هذا اللهب المسفوح على أكتاف اللحظات العريانة، إلا من دمع ودماء أتراكض في باحة أصوات تثقب روحي، من نافذة لا تلمح منها إلا الأنقاض وإلا الأشلاء، أصرخ ملء القهر الرابض فوق شراييني، هذه أمي، هذه المفجوعة بالأصحاب وبالأبناء، تبحث عن شربة ماء في حمأة هذا الحقد اللاهب، تستنبت كل فتوتها في وجه الطوفان الغارب، هذه أمي، أم العالم، أهدته مفاتيح الأيام، وكانت تعجن كل صباح أقراص الشمس لتهدي الليل كواكب، وعلى بيدر حب تنسج من غيم سماحتها قمصان عطاء، هذه أمي، ربت رغم سياج القهر ومدت فوق جراح الأيام وشاح النصر، قطفت من ليل الأوجاع ورودا ورياحين، وأذابت شمع أصابعها لطريق الإخوة والأبناء، هذه أمي، تاريخ ينهض من بين الأحجار، يروي أشجان الجمر الكامن في الأشجار، وهي الأيقونة في أحداق بنيها، من مزق ثوب أمانيها، من لون بالقهر لياليها، كانت في سفري صوتي، في خفقة قلبي إذ يتوجع بيتي، في إلفة وجهي أحملها مثل جميع الأبناء، من أغرق هذا الوجه الطافح بالأنوار دماء، هذه أمي سورية. تستاهل سوريا هذا الجيش المغوار. يسلم تمك ست منات، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. أهلا وسهلا فيك ست منات، شكرا كثير لكم، نورتينا. كل سنة وجيشنا العربي السوري بألف خير، ووطننا بألف خير، وشعبنا العربي الصامد والمقاوم بألف خير. شكرا إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا.